أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم من يذكر محاسن الكفار ودول الكفر، وكلما رأى نقصا في المسلمين قال هذا لا يوجد عند الكفار، أو أن الكفار أحسن منا في هذه الأمور، وهل يدخل هذا في ولاية الكفار والبراءة من المسلمين؟ نعم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز تنقص المسلمين ولو كانوا ضعفاء، ولو كان عندهم أشياء في ظاهرها ما هي جميلة. عندهم الإيمان أغلى ما في الأرض وأغلى ما في الكون هو الإيمان، وإن كان عندهم نقص في الدنيا أو في المظاهر أو في الحضارة، لكن عندهم الإيمان وهم أولياء الله. ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فلا نزهد بالمسلمين لضعفهم أو لعدم مظاهرهم أو غير هذا، لا يجوز. ولا نمدح الكفار لما عندهم من الأبة، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالكفار مهانون، إن كانت عندهم الدنيا مزدهرة فعندهم الكفر والعياذ بالله، فليس لهم نصيب في الآخرة، فكيف نمدحهم ونثني عليهم؟ نعم، يجب على المسلمين أنهم يستعدون وأنهم يتنظمون وأنهم يظهرون بالمظاهر اللائقة، هذا واجب على المسلمين، لكن ما نحتقرهم إذا كانوا ضعفاء أو قليل ذات اليد أو فقراء، لأن يعني عندهم الإيمان ولهم الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. نعم.